السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم معانا في قناة فان ديسكفري. يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين وسعداء. النهاردة جايين في مكان كده اسمه ايفر جرين بارك، باين هحط لكم الاسم بتاعه. هو مكان كده، بص زي ما انتم شايفين يعني حاجات طبيعية، جايبين لك الحياة بتاعة الغابات والحاجات دي. هنا اكن اللي هو اللي بي الشاوي وكده. في اماكن كتيره، واول مكان اول مره نجي له، بس يعني قالين ان هو في مناظر طبيعيه وحاجات حلوه. يعني دي حاجه زي مركبه كده هنا بيسموها كانو، زارعين فيها، شكلهم كمان بيجيبوا فيها اطفال بتوع المدرسه اللي هم بتوع الدي كير والحاجات ده. هي تهو مكتوبه هنا، والعيال هم بيلعبوا، جايبين الاسكوتر. قول باي. قول باي يا انس. في حاجه هنا اهو، البوت. ده مدرسه، مدارس بتعمل وحاجات كده، كلها تذكارات وحاجات. هنا برضو كاتبين حاجه، اشكال الاشجار. تعال نشوف هنا بقى في ايه. قلنا نخرجهم يومين كده قبل ما الشتا يجي. هنا الشتا لما بيجي الكل بيقعد، خلاص قدامنا شهر كده ولا حاجة. دي حاجات من الحيوانات وحاجات. بصوا الهوا وقع على البتاع. استنى يا انس، هنا في بتاع دوت نست اللي هو العش بتاع العصافير. دي بتاعت النحل باين، وده بتاعت دي بتاعت اسمها ايه، دي تعبان. انا مش عارفة شايفين ولا لا، انا مش شايفة من النور. استنى يا انس. ودي هنا برضو في نحلة، قصدي فراشة. حاجات بقى يعلموا الأولاد عليها، حفريات. دي فراشة كمان تانية هنا بيضة، دي قواقع. دي أحجار، دي شكلها مكنة أصلا كبيرة. هندخل ونشوف دلوقتي. فتفسحوا معانا يومين كده قبل ما المدارس تدخل وقبل ما الشتا يدخل، بقالنا فترة ما خرجناش. وإن شاء الله اليومين دول كده نخرجكم معانا ونشوف في إيه قبل ما الأجازة، قبل ما الأجازة تخلص. إحنا كمان قدامنا كده شهرين مثلا، 11 يعني. في شهر 11، في شهر 11 بنبدأ، أو شهر من شهر 9 والله بيبدأوا الخريف، بيبقى الدنيا ساقعة شوية. وبعد كده شهر 11 خلاص بقى بيبدا بقى التلج بجد بقى. بصوا هنا في حاجه، هنا في ايه هنا؟ استنى ما نيجي لك يا فاهم. تعال تعال نشوف في ايه جوه هنا. تعال دي انواع حاجات برضه. ده ورق عنب ده. زرع انواع. استنى استنى بس، شايفين الشجرة دي؟ ايه اللي طالع فيها؟ غريب، شكله غريب. اهو ممر كله اشجار. ده ايه الحاجات دي؟ تعالوا نشوف ايه دي. بيعملوا كامبات وحاجات زي كده هنا. تعالى يا انس، حط الطاقية يا انس. المنظر حلو، استرخاء. مستمتعين؟ ودي حاجات اماكن برضك شكلهم بيدخلوها بس مقفولة دلوقتي، فمش عارفة اشوف لو مفتوحين، اشوفهم مفتوحين ولا لا. بس اظن كل الحاجات دي بتتقفل عشان الفيروس. ربنا يحفظنا يا رب. عاسب عشان الميه. منظر جميل. بص الورد، بص الورد اللي طالع. لا بس بص الورد اللي طالع في النص ده، شايف الميه؟ Look at
سبحان الله، نقول سبحان الله. ورد ونحل وصوت صراصير البحر وصراصير الحقل دي، فاس قاعد في وسط الطبيعة. فهي دي بتبقى كام؟ بتبقى مية ولا حاجة. في مطلع هنا، مطلع لفوق، الناس بتطلع بالعجل. ده زي خزان مية شكله، المنطقة برضه كلها زراعات وحاجات. برضك ممر تاني هنا هنشوف، عشان هنا مقفولة يا أنس، مفيش دخول من هنا. مش عارفة، ما برضك اللي هي حاجات بتاعت الكامبات وبتاعت العيال بتاعت المدرسة هنا فيها، وزي عاملينها زي كراسي وحاجات. يلا تعال نشوف حاجة تانية بين الأشجار. ده حتة برضك تانية، طلع الجسر اللي كان من بعيد ده. There's one, I'm cute. The purple. بص بص جاي. ارمي واحدة جولد فيش كده. ارمي واحدة هنا كده. الواحدة ايه؟ يعني الفيش هياكل جولد فيش؟ خلاص. بص بص. بس صغنطتين الوانهم حلوة. وفي واحدة سودة اهي. لا والله في واحدة سودة كانت تحت اهي، انتوا مش شايفينها عشان مش ملونة. فين واحدة هناك اهي. They're so beautiful. المنظر كله على بعضه جميل صراحة. بص بس 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 شايفين المنظر. هنا بيقول لك احمل السلاحف بتاعتنا. فين بقى السلاحف؟ ممكن تكون مستخبية تحت البتاعات دي او بين المكان اللي هناك ده. فين فين الترتل؟ عاوزين نشوف. بجد منظر جميل وسبحان الله. اليومين اللي فاتوا الدنيا كانت ساقعه شويه، النهارده الدنيا حر وشمس. هنا ممر تاني تطلع على بره برضه. شايفين المطلع ده كده؟ الحشرة دي بيسموها دراجون فلاي، طارت. والسمك برضو تحت الورق الأخضر ده. سلحفة، سلحفة صغنطوطة. بص بص بص. جميلة صغنطوطة قوي. هتاكل زي الحاجات الورق الأخضر ده. جميلة صغنطوطة. ونحلة جنبيها وكل الحيوانات اللي هي الدراجون فلاي دهيت. الورد فظيعة فظيعة. صغنطوطة جميلة. صغيرة. ده ممشى تاني برضو، نفس المنظر تاني. تدرج الخضرة ومن فوق من على الجبل وتنزل فظيع. صوت الصراصير دي فظيع.
سبحان الله. مش عارف اللي هيدخل هيدخل فين بالظبط. شايفين المنزل ده كمان؟ تنزل على المية على طول. أحلى حاجة في كندا في الربيع والصيف المناظر الطبيعية دي، والخروج في الخضرة يعني مع ان الاماكن بيبقى كلها بيوت وحاجات ومصانع، بس لازم بيعملوا برضك اماكن فيها جناين وخضرة وطبيعة وغابات كده. انا سامع صوت شلال، انا بقول ده منين ده؟ بص 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 بص. انا سامع من بعيد في صوت شلال. ايه؟ Danger, keep out. مكتوب فيه. Look up there. That's water, but this is all green. ازاي؟ انا مش عارف. ورق الشجر كتير عليها، المية كلها بقت خضرة. المية بقى بتنزل تحت وتروح على البحيرة بقى. لا بس حركة حلوة، عاملينها كأنها شلال. بس اللي بيقول زي اكنها بطانيه ولا ملاي، غريبه صراحه يعني. بص كلها خضرة، المايه بقت كلها خضرة، سبحان الله. وبص الطريق اللي جاي الزجزاج اللي فوق ده، كل ده صخور وشجر. انا نفسي اعرف اسمه ايه ده. عامل زي الصنوبر ده ولا بس. يقولك حواليك كله شجر، حاجة جميلة والله. الشجر من كل مكان. اظن احنا هنوقف كده بقى لغاية هنا. فيها مشي كتير وفيها غابات كتير جوه، بس العيال كل دي ممكن تطلعها، بس العيال صراحة تعبوا عاوزين حاجة يلعبوا فيها، فممكن نروح بقى مكان تاني يكون فيه ألعاب. هنا مفيش ألعاب، هي كلها الخضرة والطبيعة. نختم الفيديو لغاية هنا إن شاء الله، ونشوفكم فيديو جديد لو احنا مكان تاني النهاردة. نعملوا فيديو جديد وتنبسطوا معانا إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش Share, like, and subscribe. Bye. Bye.